سؤال يشغلني شخصيا ويشغل اكيد العديد من جماهير ريال مدريد حول العالم، ليس انتقادا لا ولكن لسبب نريد ان نفهمه، لماذا يفوز دائما فلورنتينو بيريز برئاسه ريال مدريد في السنوات الاخيره دون اي منافسه، دون اي منافس اخر ينافس فلورنتينو بيريز على مقعد رئاسه النادي؟ في الحقيقه ان القوانين الخاصة بالنادي تصعب على أي شخص أن يتقدم لترأس النادي، لأن فيه هناك انتخابات على 4 سنوات، وكان هناك في الانتخابات الأخيرة في السنتين الأخيرة لم يتقدم أحد بثقل. أعتقد أنه كان من الخطأ عدم تطوير هذه القوانين، ولكن هي القوانين وبالتالي كانت تستدعي الدعم الاجتماعي لتغييرها، ولكن هذه هي القوانين، وبالتالي أعتقد أنها خسارة كبيرة عدم التفكير في هذا، ولكن لا أستطيع أن أقول غير أن هذا هو القوانين وهذا هو الطبيعي الذي حدث.